بسم الله ما شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نسمع تهديد حنا. يا يا أخوي شو مسوينه؟ يا أخي. وش الحوسة دي؟ وش البلد؟ هذا ما حد قالك، ما حد قالك تغيب عن الصبر. اسمع، ها بتقول، ما بتقول كله وراعين؟ لا ايه ثلاثة، شو بس انت وراعين. ما حد قالك تغيب عن الصبر، ها ضريبة انك غايب عن الصبر. ليه انت، وليه انت موجود؟ ها ليه انت موجود؟ انا موجود عشان اخرب. ها عشان اخرب. هذا السلطة. شيك على حلوة ذي. يا سلام، وش بك يا سامح؟ وش مزعلكي؟ زعلانة ليش؟ ها ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ما شاء الله. ها كيف يدخل غصبا عنه؟ ها ها يبغى يركب البوري؟ لا طبعا حضرات خيول تنزل عنها. خلاص براحتك. صورها الضيف الجديد. ها صورها الضيف ريكو. وش بيسوي هو الضيف الجديد؟ وش مهنته؟ تأجير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بغرفتنا الصغير. اليوم تواجدي في مرة، طبعا اليوم بتسابق أنا خالي لي وأمجد. اليوم عندنا سباق، ولكن سباق أنا اختيار خيل بالقرعة. أنا عاريبو. تمام. ها أنا عاريبو، ما في مشكلة. ترى يقولون عاريف عشان حصاني توي جاي من المدى. اسمع اسمع بس، اخاف انه حضري ما احب الارضيه ذي. لا لا ما عليك بالله، ما في مشكله. يلا يا ليث يا سعد، يلا كل واحد اختار له واحده. لا لحظه، انا عدي اختار، عدي يروح اختار. تعال تعال اختار، تعال اختار لامجد. يلا انت اختار لك واحده، وانت لا تفتح، وانت اختار واحده لا تحتار، لا تحتار سرعة. اللي اخترتها تشيلها، ما لي شغل. اللي اخترتها تشيلها. رمضان انا ماني قال لا تفتح. انا صداري شايفه نوره. اسالك بالله، والله لك عبيط، والله عبيط. هاي هاي وش اسمه؟ امجد ديناري. حلو والله انكم عبطاء. وريك عبيط، وريك انت سمعاتك ذي. طبعا ها وش خلاص يلا خذك سرج، خذك سرج. لا قرعه، لا موت خلاص. هو تاخذ سرج. اسمع اسمع، عشان خلك بعدين بصور مقطع ما يصلح له السرج. انت الحين ما تزعل بس. لا ما ازعل. يلا يلا بسرعة. حجر ورق قص فاز عليك. قايل لك لو انك لو انك معطيه خالك اختياري احسن لك. يا سلام عليكم ابطال ابطال. وحش وحش. يا عدي عدي، انت تشجع مين؟ تشجع مين يا عدي؟ تشجع امجد؟ طبعا زعلان. طبعا حظ اوفر، لكن نبي اركب حصان. ايه نبي نغير حصان، لان حصان هذا فيه حصان عواد سريع. حصان فيه اصابه في الوتر. سريع صح؟ حصان فيه اصابه. بالله؟ ايه اهم شيء وناسه. ما عليك ان شاء الله تبارك الرحمن. البطل البطل عدي. كفو يا عدي، انت وحش. ها؟ هنا جاهز ويتحدى ليث. انطباعك يا ليث؟ والله بك تجلدهم، بك تجلدهم. عسكري. ها عسكري عسكري. ما في عسكري. لك عبيد، لك عبيد. تعال تعال هنا، تعال قرب.
اقرب اقرب عليك بدقلك تعال طارق ما تخاف يطيح لا ان شاء الله ما يطيح ان شاء الله ما يطيح السلام عليك علي انطباعك عن ظهر حصان؟ ها؟ اقول انطباعك عن ظهر حصان؟ يا غالي؟ ايه لا باس فيه يا سلام زي ما انتم شايفين هاي تطبيختي انا من ديناري كيف قمص ركبته مطبقه اللباده كذا وانا ارجع ورا يوم رجعت ورا حس فيه هنا وهو ينقز هات 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 ايش اللي انت لابسه؟ انطباعك عن الشوط؟ والله حلو كيف الحصان؟ والله حلو بالله فله مزبوط والله ما شاء الله على مدة حلوة والله يلا فكوا فكوا انت بلا اسقط انت ما ادري مخك وينه يلا تعال غلط يلا فك يا سلام يا سلام هنا الحين اوكي هذا ليش حق العرف عشان يجي عشان يجي قوي ويا قوى حلام حلقناه كله شايفين كيف؟ أنا طبعا والله كل اللي عندي أنا حلقهم مرة عشان طلوعة خلاص تبين منكي شوف لي من هنا وجهه وجهه ولا ما حلقة ما ما أعرف له وش الله السلام من لو سحبنا لو سحبنا بتسحب لو سحبنا بتسحب عرفت على الخفيف يا بشر يا بشر والله ان شاء الله ما يجيك من الله يصلحك ولا من الجهه الثانيه من الجهه الثانيه؟ من الجهه الثانيه روحي روحي اضربي حليب روحي اضربي حليب امسك يا سعد كشف الجوال عشان الجوده تجي كويس حلو بدي نروح الحجز اجي ما انا قصر بس روح اجي
احلب لا تقول ثاني شيء. يا عيال السلام. طبعا هذا الحليب احتري الحين الدر نحلبه لانسان تعبان يحسيه بالصدر. دائما علاج الخيل يقولون ان طيب لجهاز التنفس. عوضت بيه هم واقف. لا ولا واقف بس رجلي ركبتي بحكي. بالله؟ فيها غضروف. لا حد يشوف الكورة. الآن وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أرسل لك سراب يرسم به عشان أرسل لكم كل شيء جديد. نراكم لقى آخر إن شاء الله. منتجات هورس كير تفرق كثير على الغير. شكرا لشركة هورس كير لرعاية قناة سعد خير.